السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هحكي لكم على شوية مواقف في شغلي كده هتضحككم يا اما هتبسطكم. يعني انا شغال في شركة اوبر، فحصل لي بعض المواقف لو حكيت لكم عنها هي شبه غريبة. يعني انا كنت زمان مثلا كان في كتاب كده كان بيتباع عن مواقف التاكسي ومع مع الزباين وكده وبتاع، حتى كان ممنوع نشره لان كان فيه الفاظ وكده. فجيت قريت الكتاب ده كان بيضحكني جدا وكان فيه مواقف ما كنتش بصدقها. بس بعد ما اشتغلت في اوبر وابتدى يجي عليا زباين وبتاع واشكال والوان، ابتديت ان انا اشوف مواقف فعلا اتعرضت لها يعني بجميع المواقف اللي ممكن لا تتخيلوها. احكي لكم موقف من المواقف. واحده ركبت معايا، كنت جايبها من كافيه، كان الوقت متاخر، فهي ركبت ما كانتش شايله شنطه في ايديها ولا اي حاجه وكانت راكبه عادي. فالمهم شكلها كانت بتسهر يعني، وركبت قعدت ورا ومش عارف ايه، ورحت موصلها حسب اللوكيشن اللي حطاه، كان في حدائق الزيتون. المهم ان انا وصلتها بعد ما نزلتها ومشيت وحسبتها ومشيت، وصلت لحد يعني مصر الجديدة كده وخلاص خرجت بره. لقيتها بتتصل عليا بتقول لي لو سمحت انا اسفة. قلت لها في ايه يا فندم؟ قالت لي انا نسيت الجزمة بتاعتي معاك، الصندل يعني، فلو ينفع يا اما ترجع تجيبها لي يا اما الكافيه اللي انا كنت فيه ممكن تسيبها لي فيه هناك. فانا توقعت ان الشنطه في ايديها وكده وبتاع، ببص لقيت مكان رجليها مفكوك الصندل منه وبتاع، يعني معناها ان هي نزلت حافيه وطلعت بيتها حافيه وما افتكرتش الا لما طلعت الشقه ان هي نزلت حافيه. ده من ضمن المواقف. موقف تاني، واحد ركب معايا وكان معاه برضو واحده بالليل، فالمهم كان في المعادي نزلها وصلها، يعني هو المكان موجود على اللي هو رايحه على بعد 8 دقايق. هو نزل حد في سكته، واحده كده في سكته، وهو كمل. هو كان شاب صغير كان اسمه شيكو عشان فاكر اسمه لما كانت البنت كانت بتناديله. فالمهم ايه، قاعد جنبي فشكله دايخ ولا ايه الله اعلم، فكل شويه شمال يمين. طبعا انا مش ماشي على الابلكيشن، بيقول لي سيبك سيبك منه انا هوصلك، انا شمال يمين. قعدنا في كلمه شمال ويمين دي، انا اتوقع كان الساعه كانت 3 لحد الساعه 4:30. شمال يمين، انا طبعا صبري نفد، يعني اللي هو جبت انا على فكره صبور جدا صبور جدا، بس بقى جبت اخري. شمال يمين، قلت بقول لك يا فندم هو ايه اللي شمال يمين شمال، انا عديت من على المكان ده 5 مرات. يا فندم انت ايش عرفك دي منطقتي وانا عارفها؟ في منطقتك عارفها بقى لنا ساعه ونص بنلف فيها. قال لي يا فندم بس اسمع كلامي، شمال. قلت له ولا شمال ولا يمين، انا مش في الجيش، هو ايه اللي شمال يمين دي؟ هو انا عسكري في الجيش هتدربني؟ قال لي طب اقول لك انت نزلنا عند اي كشك وانا هعرف اوصل. قلت له اي كشك؟ قال لي رحت منزله حسابه اتوقع عمل حاجه و90 او 100 حاجه زي كده، وعايز اقول لكم خدته من المعادي ونزلته في المعادي، عمل ازاي 100 جنيه ما اعرفش. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، مره برضو اتنين بنات ركبوا معايا جنسيتهم من الكويت، فكانت راكبين طبعا كانوا لابسين قط حاجه زي كده، واحده قعدت جنبي والتانيه قعدت ورا، فاللي قعدت جنبي قالت ممكن اي كشك اي كشك اعد عليه، فعدينا على كشك. فراحت طلبت من بتاع الكشك عايزه موس، فانا استغربت يعني عايزه موس تعمل بيه ايه؟ فقالت له عايزه موس حلاقه، فالراجل جاب لها موس حلاقه، واحنا قاعدين في العربيه الراجل بيجيب لها، يعني واحد واقف قدام الكشك بيجيب لها، فجاب لها موس. قالت له لا 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 مش هادي ومش عارف ايه. فالمهم قال لها امال ايه، فانا فهمت خمنت ان هي عايزه مكنه حلاقه، فراح قال لها المهم ايه، راح جاب لها مكنه الحلاقه وراحت محاسباه ورحنا ماشيين، حتى سويت له باقي ال 10 جنيه وبتاع ومشت. فجاه لقيتها راحت اول ما خدت مكنه الحلاقه اعتبرت نفسها مش في العربية ولا في شارع ولا اعتبرت نفسها في الحمام بتاع بيتهم، لقيتها فجأة راحت رافعة بطنها وراحت قعدت تنظف تحت بطنها بالموس بالمكنة. فأنا طبعا مش عارف أقول لها لا إيه ده ولا إيه دي، يعني أنا لقيت نفسي مصدوم، يعني اللي هو يعني إيه اللي أنت بتعمليه ده.